يطول علينا يوم السلام العالمي ونحن كلنا أمل ويغمرنا الرجاء بأن يكون هذا العام عاماً أكثر سلاماً وأكثر عدالة من الأعوام السابقة. نحن في العام الثالث، في العام الثالث مهرجان الأطفال يصنعون السلام، وإذا ألقينا نظرة إلى الخلف فنرى كيف تطور المهرجان والمسابقة ليصبح حاضراً في وجدان الأطفال والمدرسين والإدارة والكهنة في الرعاية وفي اللجنة نفسها اللجنة المصرية للعدالة والسلام. لن أذكر ما ذكرته الأستاذة هناء من تطور الأعداد، لكن يكفينا فخراً أنه بلغ المشاركين هذا العام 1000 طفل وطفلة. 1000 طفل وطفلة وحولهم مدرسين وإدارة كهنة وعلمانيين مسلمين ومسيحيين كبارا وصغارا فنانين وفنانات، الجميع حول هذه الفكرة ونمها وقواها عند أبنائنا وبناتنا. وفي الوقت اللي احنا فيه هذا الشيء سمين جدا جدا جدا، الوقت التي تتدحرج فيه القنابل في كل مكان، لا تفرق بين مسجد وكنيسة، لا تفرق بين طفل وشاب وعجوز وامرأة، نحن مع الأطفال نصنع السلام، نحن في طبيعة من يغير في الواقع بكل تواضع من خلال الورقة والقلم واللون. لا ندعي أننا الوحيدين، ولكن نحن لبنى من جميع اللبنات التي تتم بناءها في كل مكان في أرض مصر وفي العالم. نحن اليوم فخورين بأطفالنا خاصة اللي حضروا معنا، ونحن لا نبخل عليهم بشيء رغم ضعف الإمكانيات ووساطتها. نحن نستخدم أيضا إمكانيات بسيطة حتى نقول لمن يريد أن يحتفي وأن يبادر أيضا بملايين من الأطفال المتروكين أننا نستطيع أن نفعل شيء بالقلم والورقة واللون وأشياء متواضعة جدا، وبالتطور ومعاونة الناس في الصعيد وفي القاهرة. في مصر اللجنة عندما حتشوف الكتاب الجديد اللي طلع لسه جاي دلوقتي بتاع المهرجان، ودايما اللجنة تصر على ذلك، الذي استقبل مدام هنا قال كل يوم ناس جايين تسجل تكتب على الكمبيوتر تيجي كارون ولا جامعة تصور تبعت لمين؟ لمجدي فنان مجدي عشان يتحضر، وبعدين تبعت استاذ سامع عشان يراجع. اذا مجموعه لا تظنوا ان انا بعمل حاجات دي، انا ما بعملش، انا بس كل اللي بعمله انه بحاول اشجع بسقف اقول لهم يلا بينا يلا يلا بينا، ولكن الحقيقه اذا كان في جهد فهو جهد الشباب، اذا كان في تنظيم في تنظيم الشباب، المعرض المسرح من ليالي بيتظبطوا ويجملوا في المسرح، المسؤولين هنا في المدرسة يستخدمون خير استقبال أستاذ ناصر. وأرجع وأقول وأذكركم أن المحيط حولنا في منطقة الشرق الأوسط يعصف العنف بنا ويقصد أنواع الأطفال والأمهات والشباب وكبار السن بلا رحمة ولا شفقة. فمن حرب العراق إلى تفجير ليبيا وحرب ليبيا وحروب اليمن ومحاولة تقسيم سوريا وما يحدث في مصر من إرهاب على كل جبهات، على قرارة الإنسان ليخلقوا واقعا جديدا،
ونتأمل بعد ثلاث أربع خمس سنوات للذين شاركوا في هذه التظاهرات في المريخ وعبروا عن السلام وعن الحلاوة وأن يكونوا أطباء أو مهندسين أو صيادلة أو وقضاء ما رأيناه مع سعادة السفير والأخوة آل الوالدين. وما سيجده في الكتاب ونخلده بأسمائك وبأسماء الأخبار هو يقول أنه كلمة الحق أن هناك فرصة لكل واحد منا ما كان موضوعه أبا أو أمنا مدرسة راهبا أو كاهنا إلى أخيه طبيبا أو مهندسا شماسا مسلما أو صحية لدينا الإمكانيات أن كل واحد فينا يضع حجرا في بناء هذا الصرح صرح السلام. أمر الأخبار أحبائي هم فرحنا ومستقبلنا وصناف الأمان ومعنى السلام وينبوع العدالة. إنه منص بالنا ضد التيار العصر ضد صانعي الدمار تجار السلاح ومدمري عقول الأطفال والشباب. فويل لنا بآباء وأمهات وقيادات كنسية وثقافية وسياسية إن لم نغلق هذا الباب أمام كل قوة التخريب والدمار التي تسلب أعزم لنا ملذات أكبادنا وتعيدهم إلينا عذاب الإرهاب والعقول. ويل لنا إن لم نسلح أطفالنا وشبابنا بقيم العدالة وقيم السلام قيم العطاء والحب منذ الآن حتى يسوقوا شدادا وأقوياء أمام دعاة العنف ودعاة الظلام. في الختام نتذكر بداية مدرسة الباب رصيص وكل المقاوات منذ أن أسسها الطيب الزيت المتنيح البابا بولس الثالث اللجنة الوصية اللجنة البابا بولس العدالة والسلام سنة 67 أكثر من 50 عام ونحن نحتفل أيضاً كما الاتكال ومسجدات رمزية
بعرف الجهتين، وبالتالي انا لا بد من هذا العقاب. ونحن نريد ان ناخذ هذا العقاب بجدين بجدين، ونرفض ان نتعامل بنوع من النفاق والتصالح. في النهايه اشكر جزيلا سعاده السفير نص ومسؤول اليوم وسعاده نص اليوم لكل الله وخطاء في وزاره التكريم، كما اشكر الشكر جميعا كما اخذت تطبيقها من اصحاب التي اعتذر بسبب زياره مريض في مرشد سوهاج، ولمن استطاعت ووزاره مجلس مصر على تشجيعها المستمر ومساندتها المعارض اللجنه المصريه على الاستاذ المنتشره الاروع لكل جمهوريه مصر العربيه. جزيل الشكر لجميع المريض ومدرسي مدارس امان الصعيد الذي يمثلهم اليوم الاستاذ اسحاق جدي توابوس الذي قدم خصيصا لذلك، وكذلك جميع الاخوه الذين حضروا وكلهم رؤوس السوق والاستاذ نايف سعاد والاستاذ جورج والاستاذ جمال عزيز. كل الشكر لبنيهم خصيصا لهذا الاحتفال البسيط. أنا جزيل الشكر لمدير العقاب ومديري مدرسة جيران ومدرسة الجلديون ومدرسة سان جلانتين، هذه المدرسة العديدة سان جلانتين التي فعلا منذ ثلاث سنوات بدأت معنا في كل عام تفوق معنا. Vous rappelez certainement le logos de la visite du pape. Le pape de la paix dans l'Égypte de la paix. Tout le monde, nous tous, désirons la paix. Mais il faut dire que la paix est avant tout un don de Dieu. La nuit de Noël, les anges ont chanté gloire à Dieu au cieux et paix sur la terre aux personnes que Dieu aime. Mais j'apprécie beaucoup les spontanéités et la fantaisie de ces garçons et filles qui ont exprimé dans les dessins que nous venons de voir cette aspiration à la paix. Je suis sûr que ces garçons et filles, ces jeunes, croîtront avec le désir d'accomplir ce qu'ils songent de beau, de bon, de vrai. Alors, célébrer la fête de Noël, c'est célébrer la fête de la paix. C'est Jésus qui nous donne la paix. Alors, la paix avec Dieu avant tout. La paix avec nous-mêmes. La paix avec nos frères et sœurs. Alors nous serons unis une fois encore cette dernière occasion.
Nous serons suivis dans la prière pour obtenir la paix pour le monde entier. Alors je vous désire bonne fête de Noël et bonne fête du Nouvel An, même si les élèves peuvent donc soutenir les examens. Que Dieu vous bénisse avec l'abondance de la paix. السلام.